الجرامر عندنا في يونت 13 بيتكلم عن الكويشن تاج، معناها السؤال المزيل. زي ما اقول لك مثلا احمد يقدر يغني، اليس كذلك؟ كلمه اليس كذلك او الجمله الاخيره دي ده عباره عن سؤال المزيل بيتاكد من الكلام. طيب بيقول لي كده في مثال نمبر 1، بيقول لي ياسر كان سينج ا سونج، ياسر يقدر يغني اغنيه، كانت هي اليس كذلك. عملت ايه؟ انا خلصت الجمله بتاعتي في الاول وبعد كده حطيت كوما وبعد كده جبت الهيلبنج فيرب اللي عندي موجود في الجمله اللي هو كان وحطيته في صيغه النفي قلت كانت، وبعد كده جبت السبجكت اللي هو ياسر واستغنيت عنه وبدلته بكلمه هي او بالضمير، وفي الاخر حطيت الكويشن مارك. يبقى السؤال المزيل هنا فيه كذا ركن لازم يكون موجود. اول حاجه الكوما، بعد كده الهيلبنج فيرب لو كان منفي بخليه مثبت ولو كان مثبت زي هنا بخليه منفي، وبعد كده بحط السبجكت بس يكون ضمير. طب المثال التاني بيقول لي احمد isn't thin، احمد ليس نحيف. طيب هقول is he اليس كذلك، عملت ايه؟ حطيت الكوما بعد كده جبت الهيلبنج فيرب اللي هو isn't خليته is وبعد كده احمد خليتها هي وفي الاخر حطيت الكويشن مارك وهكذا. طيب نشوف بقى المثال الثالث، بيقول لي they are late وهقول اليس كذلك؟ aren't they، حطيت الكوما جبت are خليتها aren't بعد كده الفاعل عندي اللي هو they وفي الاخر question mark. طيب بيقول لي احمد and فاطمه، دول طبعا جمع، drink tea، احمد وفاطمه بيشربوا شاي، عايز اقول اليس كذلك؟ هعمل ايه؟ انا هنا ما عنديش في الجمله دي helping verb بس عندي الverb infinitive، وده معناه ان الجمله في present simple في المضارع البسيط. لو جبت الفعل المساعد في المضارع البسيط هنستخدمه يا اما do يا اما does. طيب وعندي هنا احمد وفاطمه جمع يبقى هستخدم verb do، وهنا الجمله مثبته يبقى هخليها don't وهستغنى عن احمد وفاطمه وهستبدلهم بكلمه they، يبقى هقول don't they. طيب مثال رقم 5 بيقول لي سلمى helps mom، سلمى بتساعد الام. طيب هعمل ايه؟ نفس الكلام، هنا عندي الجمله present simple فهستخدم الهيلبنج فيرب اللي عندي. طيب بما ان الفعل فيه اس وسلمى مفرد يبقى الهيلبنج فيرب هيكون عندي does، والجمله مثبته يبقى هخليها doesn't وهبدل كلمه سلمى بكلمه she يبقى هقول doesn't she اليس كذلك، وما انساش في الاخر علامه الاستفهام. طيب المثال رقم 6 بيقول لي I play tennis، أنا لعبت تنس. الجملة هنا زمانها ماضي والهيلبنج فيرب أو الفعل المساعد في زمن الماضي اللي هو كلمة did، يبقى هقول I play tennis، هقول didn't I ومنساش علامة الاستفهام. طيب المثال رقم 7 بيقول لي آية doesn't play the piano، آية ما بتعزفش على البيانو. هنا الجملة واضحة، عندي doesn't هخليها does لان احنا كنا قايلين لو جمله منفيه هخليها مثبته هخلي السؤال مثبت، ولو كانت الجمله مثبته هخلي السؤال منفي، يبقى هقول does she. رقم 8 بيقول لي too many sweets، حلوه كتير، are bad، تكون سيئه. الهيلبنج فيرب عندي هنا are هخليها aren't وهستبدل too many sweets بالضمير they، يبقى هقول aren't they اليس كذلك. He doesn't speak English، هو مش بيتكلم English، عندي doesn't هخليها does وهي الضمير واضح عندي هقول does he. بعد كده بيقول لي she didn't eat sweets، هي ما اكلتش حلوة، يبقى هستخدم didn't واخليها did وعندي الضمير she، يبقى هقول she didn't eat sweets did she. جملة رقم 11 بيقول لي سمير never travels to England، سمير أبدا ما بيسافرش لإنجلترا. الجملة دي جملة منفية بس بطريقة never. طيب بما إنها منفية يبقى هنخلي السؤال المزيل عندي سؤال مثبت، والجملة هنا زمانها present simple، عندي الverb في S وعندي سمير مفرد، هستخدم الهيلبنج verb does وهقول does he. رقم 12 بيقول لي I am going to win the match، هنا المستقبل بطريقة going to. طيب هعمل ايه هنا؟ قال لي كلمة I am لما اجي احولها في السؤال المزيل هستبدل am ب aren't وهنزل الضمير I زي ما هو، يبقى هقول I am going to win the match aren't I.
السؤال رقم 13 I am not able to answer the test. أنا مش قادر أجاوب على الامتحان. أنا عندي هنا am not هنزلها في السؤال المزيل هتبقى am العكس يبقى am I وما نساش علامة الاستفهام. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن الكويشن تاج او السؤال المزيل بمعناه بالعربي أليس كذلك، وقلنا لو في الأول عندنا الجملة مثبتة هخلي السؤال منفي، ولو كانت الجملة منفية هخلي السؤال مثبت، وهستخدم في الحالة دي الهيلبنج فيرب او الفعل المساعد، وبعد كده السبجكت بس يكون ضمير، وفي الآخر منساش علامة الاستفهام، وقبل السؤال خالص بحط الكومه.